لو انت مهندس صيانة بالفعل، ازاي دليل مهارات مهندس الصيانة ممكن يساعدك؟ لا بص، الموضوع ده محتاج مننا ان انت تشرب معايا كوباية شاي بالقرنفل عشان تهدي اعصابك، لان احنا مطولين شوية. بص يا سيدي، انا فاهم كويس جدا الضغط اللي انت حاسس بيه، فاهم كويس جدا كمية المهارات اللي انت محتاج تحصلها، فاهم الضغط اللي انت شايفه وانت كل مرة بتخش على عطل مختلف عن التاني. دليل مهارات مهندس الصيانة هيساعدك ان انت تفك كل الكونفليكت ده، هيساعدك ان انت تعرف ايه اللي انت محتاج تشتغل عليه جوه شخصيتك، وايه المهارات المعرفية او الفنية اللي انت محتاج تحصلها عشان تقدر تسد في شغلك. هرتب لك كل ده حسب الاولوية، بحيث ان انت يبقى قدامك طريق واضح لمهاراتك والديفلوبمنت بتاعك عشان تقدر تترقى وتتطور في شغلك بكفاءة وفعالية.